في وفاة المرحوم الأستاذ حلمي بكر والده. شكرا. وهو جاي يمكن بقاله يومين. بقول لك ايه؟ احنا هنا في البيت يعني تكريما للأستاذ حلمي صاحبي وصديقي وتكريما لهشام انا قابلته في بيتي فمن فضلك تحمل بعض. فبعزيه هو بقاله طبعا يمكن يومين جاي من امريكا عن طريق فرانكفورت. الطيارة وصلت متأخر فالطيارة اللي كان مفروض ياخدها من فرانكفورت للقاهرة طبعا عديته في حد الطيارة اللي بعديها وصل الساعة 8:30. هشام يقول لك كلمتين لانه يعني مرهق جدا جدا بقاله يومين ما نمشي حزن على والده. هيقول لكم هو اول ما وصل المطار راح فين وعايز يوجه هو كلمة للإعلام وللحكومة المصرية. اتفضل يا استاذ. اكيد انا لسه واصل من ساعتين ثلاث ساعات بس. وطبعا اول ما وصلت كان اهم شيء بالنسبه لي ان انا اروح اشوف جثمان وازور ابويا. فروحت انا مستشفى السلام. رحت احمد النبي سمحت اللي بيتكلم بره ده. رحت طبعا قلت الفاتحه ودعيت لابويا وكان كلمته في سيرتي يعني. بس والحقيقه يعني انا شاكر جدا اللي حصل في الاسبوع اللي فات ده من الاعلام من الشعب المصري من الحكومه المصريه كل الجهات المعنيه اللي تدخلت عشان يساعدوا والدي. طبعا لازم كمان اشكر جدا النقابه والاستاذ مصطفى كمال والفنان مصطفى كامل قصدي اسف ده هو ده بقى تعب السفر والفنانه ناديه مصطفى كلهم كانوا معايا يعني. الحقيقه اثناء ما انا كنت في امريكا احنا كنا على اتصال مش يومي ده كل نص ساعه كل ساعه على طول قاعدين نتكلم ونتكلم. فشكرا جدا جدا على كل ده. كنت عايز ان احنا كنا منظم دلوقتي الـ الجنازه والعزاء ان شاء الله هيبقى يوم الاحد اللي هو النهارده يعني لحد النهارده. يعني مش طب اتفضل هو لسه العربي ده اللي هو اتفضل مع المشروع. هو هو اندفن ان شاء الله النهارده باذن الله. هو طبعا هيروح النيابه الصبح الساعه 9 عنده ميعاد وهيندفن في المقابر. عامل ايه؟ عامل ايه انا حضرتك؟ الوفاء والامل ومن مسجد النور في العباسية هتطلع الجنازة وتتوجه بقى إلى المقابر زي ما أنا قلت وفاء والأمل. هتكون إمتى مع المشوار النهارده؟ بعد فترة العصر إن شاء الله. وبعدين بالليل إن شاء الله العزاء هيبقى في الحمداش. هو يمكن أستاذ هشام بيشكر الحكومة المصرية والدولة المصرية لاهتمام كل المسؤولين صراحة في نقل الجثمان ورغم المعوقات اللي حصلت والمهزلة اللي حصلت امبارح بتالي ما هو السبت السبت عشان يوم بيقلب يعني والبلطجية اللي حاولوا العربية والجثة اللي كانوا عايزين يخطفوها شفنا التفاصيل. لكن في النهاية ان في دولة وفي قانون وفي وزير الصحة وفي وزير الداخلية ويعني يمكن انتم ما تعرفوش ان وزير الصحة قبل الوفاة بيوم ارسل وكيل وزارة الصحة بالشرقية عشان ينقل الاستاذ حلمي وكان المفروض يعني المفروض مريض ان يوديه المستشفى يتعالج. زوجته رفضت واتخانقت مع وكيل وزارة الصحة ويمكن في المداخلة بتاع السيد وكيل وزارة الصحة اعتقد ما اعرفش مع عمرو اديب ولا مين قال اهله طردوني. لا هو ما كانش في اهل اللي كان موجود هي اللي طردوني. تاني يوم برضه السيد وزير مشكورا هو بيشكره تاني وتالت ورابع اكيد اكيد. بعد برضه السيد وكيل الوزارة مع وفد من الاطباء حد بيفهم في القلب وحد مختص بالكلى كل البتاع فحص كامل انطردوا برضه. هشام هيتقدم ببلاغ انه يشك ان الوفاه جنائيه. طب هل ثاني فضل حضرتك انا مش مهتم صحفي اعتبر ده بيان. الراجل حاسس ان او مش حاسس ان في شواهد. يمكن نقيب مصطفى كامل كان معانا دلوقتي هو السيده ناديه مصطفى
وفي بعض الحاجات معينه كده اتقالت بتقول انه في شك ان الوفاه جنائي. هو ليه هشام بيشكر الاعلام بقى؟ سيبك انه بيغطي الاعلام، ادى لحلمي بكر حقه الفني. ده حقيقي. يعني معظم القنوات والمواقع كانت بتقول مين حلمي بكر ويستحق فني. فادت له وضعه القانون، الوضع الطبيعي الفني تقديره، وكل البرامج ساهم. يمكن البعض خدنا في السكه بتاع السيتي دي شويه، لكن في النهايه انا شفت مجموعه تقارير وهو شافها طبعا. عشان كده كان اول حاجه بيقول انا عايز اشكر الاعلام المصري. ده بالاضافه انه بيشكر شعب مصر كله، لانه كان الشعب كله متعاطف مع الفنان كبير حلمي بكر، سواء اثناء مرضه، وطابع موضوع انه خطفه وتم احتجازه والزوجه قاعده في مصر هنا في شقته وهو محتجز في اوضه في كفر محتمله، طبعا كفر الصقر والشريف ودماغنا يعني، بس بنحكي عن وضع معين. هشام حرص انه يشوفكم وتعبان جدا يعني، يعني هو نزل فعلا يعني بقى له 48 ساعه في طيران وطلع من هناك على المستشفى، والنيابه طالباه بكره الصبح، وان شاء الله هيروح مع محامين من مكتبي ومنهم احمد مرتضى هيكون المحامين. فانا علشان ياخد بقى تصريح الدفن والاجراءات اللي هي القانونيه العاديه. وانا بس بطلب من السيد وزير العدل، لو في وزير الصحه، لو في اجراءات معينه انهم بيشوفوا سبب لفوق الكلام دون، ان يكون ده بسرعه، عشان بقول اهو ده بالدنيا كلها انه الجنازه هتطلع ان شاء الله من مسجد نور الساعه 4. فانا اتمنى ان قبل الساعه 4 تكون الاجراءات خلصت، وانا اعرف ان المسؤولين دول يعني مش عشان هو الاستاذ حلمي بكر، اي حد في الظروف دي، وزي ما بقول اكرام الميت ده ان شاء الله. ده باختصار نقدر نقول ان هو هيتم تشريح الجثمانه؟ لا انا ما اعرفش بقى، خلاص انا قلت لك في بلاغ هيتقدم الصبح. تمام. اهو الاصيل موجود اهو. تمام. انه شاكك ان الوفاه جنائيه. ما تسالنيش بقى التفاصيل ايه. تمام. التفاصيل دي يقولها فين؟ في التحقيق. بالظبط. عشان احنا ما نتهمش الناس بزفن يعني. مع المستشفى التقرير بتاع المستشفى بيقول ان الوفاه طبيعيه. تعليقك على ده. انت طلعت على التقرير؟ 12. انت طلعت عليه؟ انا بسالك سؤال، طلعت عليه؟ جاوبني. هو 12 كان في شغل نظرتك بس انا مش فاهم. فين هو 12 في المواقع الصحفيه ان التقرير بيقول ان الوفاه طبيعيه. طبيعيه يعني هو بيتكلم على التقرير المبدئي. معلش التقرير المبدئي هو مين اللي يقول طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ هو لو واحد واخد سم هيبان في التقرير ولا لازم تاخد عينه؟ بالظبط. مش كده؟ تفتيش. الاتهام على المستشار كده مباشر لزوجته؟ لا، كلامي واضح. الكلام ده في النيابه. احنا لما نشعر بحد، الراجل شاكك ان وفاه والده مش طبيعيه وان وفاه والده جنائيه. تمام. هو مش صغير عشان يواجه اتهام قدام حضرتك قدام الملايين. الاتهام في النيابه وعنده الادله، ومصطفى كامل النقيب عنده الادله، ومدام ناديه عندها ادله، وفي تسجيلات، وفي ناس شاهدين، فده كله يبقى في النيابه مش قدام الاعلام. كان مدير المستشفى ظهر وقال ان هو دخل في حاله اعياء شديده وحاله الدوره الدمويه وجفاف شديد. ايوه. يعني طلع بنفسه مدير المستشفى اللي استقبل الراحل المستشار حلمي. هي دي اعراض حاله، دي اعراض حاله تسمم. الجفاف ده وده كلها اعراض حاله تسمم. بس احنا ما نقدرش نجزم يعني. ما نقدرش نجزم الا ما الفنانين يجزموا، والنيابه ليها التحقيق. عندنا نائب عام محترم معالي المستشار محمد بيشوي، راجل محترم جدا. تمام. وعندنا نيابه محترمه جدا جدا، ومش عايزين نعمل زي بعض البعض في قضيه معينه كانت مثاره من اسبوع، خلاص وجهنا اتهام لشخص معين وخلينا الراي العام بقى كله ضده، وما سمعناش المجني عليها ربنا يشفيها ويعافيها ايه اللي حصل للاسف. فاحنا مش هنعمل، مش عايزين ننجر ان احنا نوجه السوشيال ميديا واللي بقى الراي العام ضد حد ويطلع في الاخر بريء. طب ينفع اوجه سؤال؟ اتفضل. اتفضل. يعني زوجته طلعت في تصريحات وقالت انه هي ما امتنعتش عن ان حضرتك تزوره او
أو قطعت التواصل معاك، قطعت التواصل معاك، وهي يعني الراحل رحمة الله عليه طلب إن حضرتك تيجي وحضرتك يعني ما تواصلتش معاهم، فرد حضرتك عليها إيه تقول لها؟ انا اوريدي انا رديت على السؤال ده وباثبات كمان، مش انا كنت بعت رساله صوتيه كنت سبتها لريهام وشرحت بالظبط ايه اللي حصل في الحكايه دي. فهو السؤال ده اتعاد كذا مره وجاوبته كذا مره. طب انا اقول لك حاجه، انا هو ولا الدوله؟ انت بقى الدوله انا بقول حضرتك الدوله. كان وكيل وزاره الصحه في الشرقيه بلغ السيد وزير الصحة انه لما راح طردته. هنقعد نعمل افلام بقى؟ لا 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 خلاص، دي افلام، هي بتعمل افلام. بقول لك تاني، على مسؤوليتي السيد وزير الصحة كلف وكيل وزارة الصحة في الشرقية قبل ما يموت عشان يروح دي المستشفى طردته، وده اللي قاله السيد وكيل الوزارة في مداخلة مع الاخ دون. قال له ايه؟ قال له لما رحت عشان ناخده ودي المستشفى اهليته ايه؟ طردوني. كانش في اهليته، هي اللي كانت موجوده. وكيل وزاره الصحه بلغ الوزير كتابه ان هي اللي طردته. فهي تتكلم عن واحد قاعد في امريكا بقى له 40 50 سنه وعنده 15 سنه. هي كمان قالت ان التصريح اختفى في وقت التصريح، وقالت انه انا اديتهم التصريح وكان موجود رئيس المباحث، وكان ردها ان هي رغبه الراحل حلمي بكر ان هو مش عايز حد يشوف حد. طب انا عايز اسالكوا سؤال. اتفضل. هو اتعمل معاه 100 حوار. انتوا شفتوا حلمي بكر؟ تاني يعني انا كنت بعاتب اخويا المملوك مع الاخ اللي عمل حوار المملوكه في هناك في الشرقيه. تمام؟ لما جابت البت عشان تعمل الافلام. يعني انا سؤالي، حد فيكم شاف حلمي بكر؟ ما احنا بناخد الراي. هي كلام، لا هو كلامها كله ايه؟ ده كلام حلمي قال، حلمي راح، مش ده اللي كان موجود؟ وبعدين انت قلت لي انت اكتشفت في فيديو كده، كانت لما ركزت في الكلام يا كان في فيديو من الفيديوهات اللي طلعت اللي كان مكتوب عليه ان هو بيقول ما تطلعونيش من هنا من البيت. انت لو سمعت الفيديو ده من اوله بطلت شويه الصوت، هو بيقول تعالوا صوروا، مش بيقول ما تطلعونيش من هنا. استاذ هشام، كان اخر تواصل مع الراحل الكبير استاذ حلمي بكر كان امتى تقريبا كده؟ كان تقريبا من حوالي مثلا 18 شهر تقريبا، اخر حاجه يعني سنه ونص تقريبا. المحاولات يعني اكيد كان في محاولات وكانت بتفشل، دراسه كان المحاولات مع مين بالظبط وايه اللي حصل؟ لا كانت مشكله تانية خالص. انا كان عندنا مشكله، احنا عندنا في عائلتنا، انا مراتي كان عندها سرطان وبنتي كان عندها مرض كمان، ووالدتي على فكره احنا لغينا كانت المفروض تعمل عمليه في عينيها، ولغينا الحكايه دي عشان اقدر اما موجود هنا وهنغيرها. فسبب عدم التواصل مش غضب او زعل او اي حاجه زي كده، السبب ان انا كنت مشغول جدا في عيلتي وفي مشاكل سرطان وغيره يعني كان قصاد، وهو عارف الكلام ده وعمامي عارفين، كان عارف ان كان في مشاكل مع حضرتك والاستاذ حلمي، ولكن فهمت ده تماما ما كانش في مشاكل. مفيش. ازاي هو يا ابني؟ كم من الناس اللي جت حضرتك في فيديو نزل على من سنتين اول مره اقول المرحوم والدي. المرحوم والدي قال في شرح علاقتي ببابا، علاقتنا ببعض. انت انا ممكن ابعت لكم اللينك تتفرجوا عليه، وهو قالها بطريقه جميله جدا. قال ان احنا الاثنين يعني حياتنا كان يعني انا في امريكا وهو في مصر، واحنا الاثنين متقبلين الحياه كل حياه الوضع الموجود، وكلنا بنحترم الوضع الموجود وبنحاول على قد ما نقدر نفضل متواصلين، وفعلا كنا بنتواصل على طول. اتفرجوا على اللينك ده مش من زمان، ده على طول قبل ما هو كان يمرض، ده من بالظبط من حوالي سنتين قبل الروح بتخرج للثانيه. الاستاذ هشام سايب مصر وعنده 15 سنه راح ايطاليا في مدرسه داخليه، في مدرسه داخليه كانت منحه لي لتفوقه، فودوه ايطاليا شمال، في الشمال كانت مدينه ايه؟ ترياستا. وبعدين والدته بعد ما طلقت من والده راحت قعدت في امريكا، بعد ما خلص البعثه بتاعته في ايطاليا راح قعد مع والدته. تمام؟ وتربى بقى هناك. الله يرحمه المرحوم حلمي بقى كان مشغول بالالحان وحياته الخاصه، لكن كان في تواصل. انما مش هشام بس اللي كان بيتواصل مع المرحوم حلمي، لا
كل ما كان حد يطلب المرحوم حلمي هي معاها التليفون هي اللي كانت بترد، وكل ما حد منكم يروح عشان يصور ترفض، لا هي اللي تروح تتكلم، هي اللي تتكلم طب فين حلمي؟ يقول لك لا حلمي بيقول لكم انا مش عايز امشي، حلمي مش عايز يروح المستشفى. لا اساله كمان في الفتره الاخيره كان بترفض اي لقاء صحفي يعني. لا يا باشا لسه عامله، لا ده عامله مع قبل الوفاه قبل الموقع، الموقع بتاعه كنت في المطار. انت قلت مش ده يا باشا مش عايزين نديها اهميه اكتر من اهميه. احنا دلوقتي بنقول بنشكر الاعلام، بنشكر الحكومه المصريه، تمام، بنشكر الشعب المصري اللي تعاطف صح ومشاعره راحت ضد الست دي، لان الشعب المصري شعب ذكي ولماح خلاص، وفهم ان ايوه حلمي كان مخطوف، ايوه حلمي كان مخطوف، وهي حطته هناك في اوضه في حتى في فيديو استاذ مصطفى كامل كان لسه بيرهولي خلاص قاعد في اوضه و50 واحد وعيل يعيط وعيل مش عارف هيجري مين، وهي قاعده هنا في مصر في شقته. احنا مش عايزين ندي اهميه ليها، لان احنا قلنا اي حاجه في الموضوع ده هتبقى في النيابه العامه. علشان اقول لك تاني، علشان ما نكررش الخطا اللي بيحصل شبه يومي في مصر، ان الاعلام بيتبنى قضيه معينه من وجهه نظر معينه، فالقاضي او وكيل النيابه او وكيل النيابه او القاضي بشر، وعشان كده القانون الماده 187 عقوبات بيعاقب كل من نشر او اذاع امورا من شانها التحقيق، تحقيقات موجوده في القضاء النيابه او القضاء، تمام. فمن فضلكم بقول انا بقى رساله مني ليكم، اتفضل مع النشار، ما نتبناش قضيه عشان نعمل راي عام بيها. القاضي بشر والنيابه وكيل النيابه بشر، بيروح يحلق يقول له ايه رايك شفت الواد اللي كان بيخطف البنت مش عارف ايه، والقصه دي كده ماشيه دلوقتي على طول، ايه رايك مش شفت البنت اللي سممها مش عارف مين. فيا جماعه من فضلكم احنا عندنا سبب اللي قاعد اولا بنعزيه، شكرا انه يشكر الدوله المصريه، بيشكر الاعلام المصري، تمام، انه بيشكر الشعب المصري تعاطف مع والده، انه بيشكر كل اللي قال كلمه طيبه على الاستاذ حلمي بكر او مرحوم حلمي بكر. ليه؟ لانه فنان. حلمي بكر انا بعرفه ب 35 سنه، سيبك ان انا المحامي بتاعه، لكن انا هو صديقي ب 35 سنه. حلمي بكر يا جماعه في يوم من، سيبك بقى من الاعلام والكلام بيتقال ده، جه مكتبي مع احمد فلوكس كان بيبكي لانه انضرب هو واخواته منها في الشارع، الكلام ده من حوالي 5 6 اشهر. ايوه دي واقعه قدام انا بقى، وهو طلع ايامها في الاعلام في كل القنوات قاعد يبكي، تمام. احنا ندعو للفنان الكبير حلمي بكر ان شاء الله ان ربنا يرحمه ومثواه تبقى الجنه، وبنقول لهشام هتلاقي في مصر ناس كتير بيعتبروك ابنهم او اخوهم صغير، ودي بلدك مصر، وزي ما انت شفت كده من ساعه ما نزلت الناس كلها مهتمه طبعا اهتمام كبير، مش عشان هشام لا، عشان في فنان كبير تاريخ بالظبط جزء من تاريخ مصر، زي بالظبط مليك حمدي، محمد عبد الوهاب، فريد الأشرش، محمد فوزي، محمد الموجي، كمال الطويل، منير، كل دول يا جماعه ادوا لمصر فن محترم، تمام. ويكفي حلمي بكر حاجه واحده، اغنيه ست بتاعت ما تقولش اديتنا ايه لمصر، هندي ايه لمصر، ده نشيد، ده بيعتبر زي نشيد الوطني، ده حقيقي، ده حلمي وطنيه عظيمه. ده حلمي بكر، احنا بنشكركم. طيب. وانا حريص ان هو يقابلكم، هو ده برامج مرهق جدا جدا. قلت له لا الاعلام الاعلام ده وقف وقدر والدك وتاريخه واخد موقف ايجابي محترم، فهو طبعا معذور لانه جاي هلكان يعني جاي على المطار على المستشفى عليا هنا، تمام. فندعي كل اللي هيشوفونا للاستاذ المرحوم حلمي بكر بالرحمه وتكون مسواه الجنه، ونقرا له فاتحه ان شاء الله. خلاص شكرا 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 لك. اتفضل. السؤال الاخير. لا خلاص يعني بنشكر حضرتك طبعا معانا المستشار، وبنشكر الاستاذ هشام يعني البقاء لله، بنعزي حضرتك. ايوه هاتوا عشان هاتوا قول وصيه سنه بس كمان المايك بتاعي فين؟ سماح قرش كنت